إلى الضالع شمالا. هذه المرة تمتد المشاريع، ومن بين حطام المباني تنبعث الحياة من جديد. ثلاث مدارس تم افتتاحها وتسليم 225 لوحا مدرسيا بعد الانتهاء من عملية الترميم الذي تكفل به الهلال الأحمر الإماراتي. نفتتح ثلاث مدارس من القلاع الموجودة في عاصمة المحافظة، والذي تم إنجازها من قبل الهلال الأحمر الإماراتي. قيادة المحافظة ثمنت تلك الخطوة التي من شأنها إعادة تطبيع الحياة في محافظة الضالع بعد تعرضها لدمار كبير ولم تشهد مشاريع خدمية منذ سنوات. عانى أبناء الضالع التي دمرت منازلهم حرارة الصيف وأمطاره وبرودة الشتاء القارس. نأمل أن تلتفت كل منظمات المجتمع المدني وكل الحكومات العربية إلى الضالع. أهالي المحافظة يتطلعون إلى المزيد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات، لا سيما وأن الضالع فقدت الكثير من مقومات البنية التحتية جراء حرب الميليشيا والمخلوع التي كانت نتائجها كارثية على الأرض والإنسان.